جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار الصحية، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي اخترنا منها لكم نوم الرضع على ظهره، رضيع يقلل خطر وفاته. جاء في تفاصيل الخبر: أكدت جمعية طبية بريطانية على ضرورة وضع الآباء لأطفالهم الحديثي الولادة على ظهورهم أثناء النوم لتقليل خطر تعرض الطفل للموت المفاجئ. وقالت الجمعية إن نحو نصف الآباء لا يعرفون الخطوات الرئيسية التي يمكن بها تقليل حجم خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية لماذا يجب الحذر من تناول الأفوكادو. أثبتت البحوث الأخيرة أن فاكهة الأفوكادو قد تكون مضرة جدا لبعض الناس، ويقول فريق البحث إن بعض الناس يعانون من طفرة جينية نادرة تصيب جين سكارب 1، وتتمثل بارتفاع نسبة الكوليسترول في جسمهم ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية، التي عنونت بين صفحاتها: اختبار دم يكشف عن فرص الإصابة بالفصام. تمكن فريق من الباحثين الأمريكيين من تطوير اختبار دم يمكنه التشخيص المبكر لفرص الإصابة بحالات الفصام قبل سنوات من الإصابة بها. التحليل يهدف إلى تتبع العلامات الفسيولوجية وقياس مستوى عدد من الهرمونات الدالة على الاضطرابات النفسية الكبرى لإمكانية التشخيص المبكر.